الثانية بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسؤول صالح معصوم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعمل. رئيسي أكد أن مصالح الشعب الإيراني هي أساس العلاقات بين طهران ودول العالم. الأدميرال شام خاني يسدد على حق طهران في الحفاظ على القدرات النووية والإنجازات السلمية. طيران تحالف العدوان السعودي يشن عدة غارات جوية عنيفة على مطار صنعاء الدولي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن مصالح الشعب هي أساس علاقاتنا مع دول العالم، مشددا على أن من يعادي الشعب الإيراني فإننا سنقاتل. وفي برنامج بثه التلفزيون الإيراني أشار إبراهيم رئيسي إلى تحليلات البعض حول استراتيجية العلاقة الخارجية لحكومته، وقال إنه كانت هناك حالة من عدم التوازن في علاقة إيران الخارجية.